أسعد الله أوقاتكم بكل خير، نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال أحبائي الكرام. فاش كنا صغار كنا كنتفرجوا في المسلسلات المصرية والسورية وكذلك الأمريكية والفرنسية، ومن بعد جات المسلسلات أمريكية أمريكا اللاتينية وموراها التركية. كما كتعرفوا الشعب المغربي شعب الدواق، فهو منفتح على الثقافات الأخرى وغير متعصب، فمنك يكون شي عمل يستحق المشاهدة فهو تيشاهده. أما اليوم فكنعيشوا مسلسل ما عندوش النهاية، وهو مسلسل مصري في كرة القدم اللي كان في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. ففي كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة اللي نظمها المغرب، كانت تصرفات سيبيانية من بعض لاعبين مصريين ضد الجمهور وحامل الكرة وغير ذلك. وقبل من هذا الشيء شفنا النهائي ديال الأهلي والوداد وكيفاش التحكيم كان سبب من أسباب باش الوداد ضيع اللقب في الوقت اللي كانت منتصرة بهدف يؤهلها للكأس. فاللقطة المستفزة ديال حسين شحاتة اللي جر التوني ديال الحكم والكاف ما خدات حتى شي إجراء تأديبي في حقه في ذاك الماتش، كان خصو ورقة حمراء اللي كانت تغير مجرى اللقاء. واليوم تنعيشوا على وقعات تصرفقة وسب الدين لنفس اللاعب اللي هو حسين شحاتة أو حسين شحات في حق اللاعب المغربي محمد الشيبي. جميع المنابر الإعلامية والمؤثرين من عدة دول تكلموا على اعتداء الشحات في حق الشيبي وسب الدين، ولكن في هذا الفيديو غادي نتكلموا على الآثار النفسية مور هذا الحادث للاعب محمد الشيبي. اليوم بعض الأنباء كتقول باللي اللاعب جا المغرب لأخذ قسط من الراحة، ومن بعد ما غيشوف هاد الضجة الإعلامية اللي وقع فأكيد اللاعب غادي يتأثر نفسانيا. فالسؤال، واش من مصلحة اللاعب يرجع يكمل في الدوري المصري؟ واش الفريق اللي تيلعب معاه حما اللاعب يبان الحديثة ومن بعدها الحماية الكافية؟ واش اللاعب إلى رجع غادي يقدر يتغلب على الأثر السلبية ديال الحديثة ويقدر يكون واجد ذهنيا باش يعطي مع الفريق ديالو؟ واش ما كتشوفوش باللي الجامعة الملكية خاصها تدخل وترد الاعتبار للاعب المغربي مثل وضع شكاية لدى الفيفا، خاصة إلا اللاعب ما قدرش يرجع؟ فمن حق المسؤولين على الشأن الرياضي ياخذوا إجراءات لرد الاعتبار ويدافعوا على مصلحة ولد البلاد باش ما تعاودش تكرر بحال هاد المهزلات، خاصة أن اللاعب في هاد الحالة هو ضيف في بلد تعرض فيه الاعتداء من لاعبي الأهلي في مباراة السوبر بالإمارات والحادثة الأخيرة بمصر. وتنعرف أن الفيفا تحارب كل أشكال العنصرية والتمييز لكي تعرضوا لها اللاعبين الأجانب، إذا لازم اللاعب يأخذ القرار المناسب باش يكمل في المسيرة ديالو، خاصة أن العقوبة اللي تعطات للشحات عقوبة بسيطة ما كتردش الحق للاعب المغربي. كذلك جامعة والمتدخلين في الشأن الكروي لازم يوضعوا حد لهذه التجاوزات المتكررة للاعبين المصريين. فاستفوزي القجع عطى المكان اللائق للكرة المغربية سواء في إفريقيا أو عالميا، ولكن لازم يكمل في العمل ديالو وينصف أي واحد مغربي تعرض للظلم سواء لاعب أو جمهور أو حامل كرة أو غير ذلك. نتمنى تكون الرسالة وصلت، ونتمنى لولدنا الشيبي مستقبل أفضل. في أمان الله وإلى اللقاء.